أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. منظومة البيقوني لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتغلبنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، وقفنا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وتأييده عند مبحث البسملة، والبسملة مصدر بسملة كدحرجة دحرجة، ووزن فعلل قد يكون مصدرا لفعلل المجرد كدحرج، أو الملحق به كجلبب، وقد يكون منحوتا كما هو الشأن في البسملة. وهذا الأخير فيه خلاف بين علمائنا، هل هو سماعي أم قياسي؟ ورجح بعضهم أنه قياسي، فقد سمع سمعل من قول السلام عليكم، وسمع بسملة من قول السلام أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا قال عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. وقفنا عند مبحثها، والكلام عن البسملة شهير لا يحتاج إلى كلام أو تسطير، وقد أفرده بالتأليف جم غفير، لكن لا بأس بذكر طرف منه تحصيلا للبركة، فأقول وبالله أستعين. بسم الله الباء حرف جر، إما زائد وإما أصل، فالقائل بالزيادة يقول إنه لا يتعلق بشيء، فاسم المبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وخبر المبتدأ محذوف تقديره اسم الله مبدوء به. ومن قال بالثاني أي بالأصل قال إنه يحتاج إلى متعلق يتعلق به، والمتعلق إما فعل أو اسم عام خاص ومقدم ومؤخر. ففعل عام أبتدئ، والخاص أؤلف، والاسم العام ابتدائي، والخاص تأليفي، وأولاها الفعل الخاص، الفعل الخاص المؤخر. أما الفعل فلأنه الأصل. لماذا رجحنا الفعل؟ لأنه الأصل في العمل ولكثرة التصريح به، ومنه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، ولعلة محذوف، لأنه عليه كلمتان الفعل، نعم لا بأس،
عليه كلمتان: الفعل والفاعل، وهما لفظ أؤلف، ولفظ أنا مضمر أو على مقابله ثلاث، وهي المصدر والمضاف إليه والخبر، هكذا يقول العلماء، لأن التقدير باسم تأليف حاصل، وأما الخاص فلأن الشارع في كل شيء يضمر ما كانت التسمية مبدأ له. فالشارع في الأكل إذا قال مثلا بسم الله ينوي ماذا؟ آكل، وفي الشرب أشرب، وفي الركوب أركب، وهكذا. فلا جرم كان التقدير في التأليف أؤلف أو لا. وأما التأخير فالاهتمام، فاسمه تعالى له شأن، فلهذا قالوا من باب الاهتمام، وليكون اسمه مقدما ولا يريد تقدم الباء. فلفظ اسم عندما نقول بسم الله تقدمت الباء، لا يضر تقدم الباء، ولفظ اسم عليه لأن الباء وسيلة لذكره على وجه يؤذن بالبدء، فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب. ولفظ اسم دال على اسمه تعالى بدليل واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك، والمراد واذكر ربك. وأيضا في تقدير تأخير الفعل إفادة الحصر كما يقول البلاغيون في مباحثه، فإن تقديم المعمول قد يفيد الحصر، ويسمى عند علماء المعاني قصرا، وقسموه ثلاثة أقسام إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. فإذا قال القائل المصنف أو غيره بسم الله، إذا قال بسم الله أؤلف، والمخاطب الذي يخاطبه يعتقد اشتراك الحق سبحانه وتعالى مع غيره، يشرك بالله تبارك وتعالى في كون البدء باسمه وباسم غيره، يسمى القصر قصر إفراد لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب. وإذا قيل ذلك والمخاطب يعتقد أن البدء يكون باسم غير الله تعالى لا باسمه، يسمى القصر بقصر قلب لقلبه ما عند المخاطب. وإذا قيل ذلك والمخاطب يعتقد أن البدء يكون باسم الله أو باسم غيره على وجه التردد بلا تعيين، يسمى القصر قصر تعيين عند علمائنا. فقصر الإفراد لقطع من يعتقد الشركة، وقصر القلب لقطع من يعتقد العكس، وقصر التعيين لتعيين المتردد، وهذا الحصر يشمل هؤلاء. إذا بسم الله الباء حرف جر، باسم اسم مجرور بالباء كما هو معلوم، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، هكذا يقول العلماء رضي الله عنهم. إذا باسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف أنظم وهكذا. إذن إعرابه أؤلف أصنف فعل مضارع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا مثلا أؤلف أنظم وهكذا. هذا إذا جعلت الباء أصلية، وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق تتعلق به، قد
بين هذا علماء النحو في مباحثهم، وتقول في الإعراب الباء حرف جر زائد، الباء حرف جر زائد، واسم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والزائد لا نقول هذا في القرآن العظيم. والخبر محذوف تقديره اسم الله مبدوء به، يمكن أن نقدر هذا الكلام، فمبدوء خبر مبتدا مرفوع به وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وبه الباء حرف جر والهاء ضمير مبني على الكسر في محل الجر في محل جر بباء، لأنه اسم مبني لا يظهر معه الإعراب أو لا يظهر فيه إعراب كما قال علماء هنا. اسم مضاف، واسم الكريم الله سبحانه وتعالى مضاف إليه، إذن مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة لله تعالى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الرحيم صفة ثانية لله مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، وهذا الوجه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الوجه يجوز عربية ويتعين قراءة، ويجوز في الرحيم النصب والرفع على جر الرحمن وعلى نصبه وعلى رفعه، فهذه ستة أوجه تجوز عربية لا قراءة، تجوز من حيث العربية لا من حيث القراءة. فالمجرور منها نعت لله تعالى كما تقدم، والمنصوب منها منصوب على التعظيم بفعل محذوف تقديره أقصد، بسم الله الرحمن أقصد الرحمن، يعني أقصد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، أقصد الرحمن. والفاعل مستتر وجوه تقديره أنا، والرحمن الرحيم بالنصب منصوبان على التعظيم بذلك الفعل المقدر الذي قدرناه، أقصد الرحمن، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة في آخرهما. نعم، ولهذا لاحظوا أننا أو تدبروا أننا نقول منصوب على التعظيم، فقد قرر علماؤنا من باب الأدب أننا لا نقول منصوب به أو مفعول به، عفوا لا نقول مفعول به، كما قال الإمام الزهري رحمه الله، واجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، إذ تسبق الأذهان للإهمال وهي على القرآن ذو استحال، وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل، هكذا يقول العلماء رضي الله عنهم، واجتنب يا صاحي، بمعنى أن الإمام الزهري رحمه الله يرشدك أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى في باب الإعراب، وهذا ما تعلمناه عن شيوخنا. فلا نقول مثلا الله فاعل ونسكت، وإنما نقول الله اسم الجلالة الله فاعل مختار، لأن هناك من اعتقد وجزم بأن فعل الصلاح واجب على الله سبحانه وتعالى كما هو الشأن بالنسبة للمعتزلة، ومن يقول فعل الصلاح وجب على الإله فقد أساء الأدب. هناك حروف زائدة كما سمعتم في اللغة العربية، ولكن لا نقول ذلك في القرآن، في قوله تعالى مثلا ما جاءنا من بشير، الأصل في غير القرآن ما جاءنا بشير، ولكن لا نقول إن الباء زائدة، ربما اعتقد السامع أن الزيادة لا معنى لها، وكلام الحكماء منزه عن العبث، فكيف بكلام الله تعالى؟ فلهذا تقول صلة وزيادة مبنى تدل على زيادة المعنى. وقد أفرد علماؤنا بابا خاصا، وأضافوا بابا في مباحث النحو يتعلق بالآداب مع الله تعالى، وقد كتبت مقالا
في هذا يمكن أن ترجعوا إليه في موقع الرسمي على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي. إذن هذه بعض الوجوه التي تذكر في بسم الله الرحمن الرحيم. إذن علمنا أن المنصوب منهما من الرحمن الرحيم منصوب على التعظيم بفعل محذوف، وأن المرفوع منهما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ولا يقال للمنصوب منهما مفعول به تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ويمتنع وجهان آخران وهما جر الرحيم مع نصب الرحمن أو مع رفعه. وذكروا أبياتا في هذا الباب، أكتفي بما ذكرت بحول الله تبارك وتعالى. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا البسملة فيها جار ومجرور، والبسملة آية من آيات الله عز وجل، فهي من كلام الله تعالى بلا خلاف، يبتدأ بها في كل سور من سور القرآن العظيم، إلا ما تعلق بسورة براءة لا تبدأ بالبسملة كما هو معلوم اتباعا للصحابة رضوان الله عليهم. ولو أن البسملة كانت قد نزلت في أول هذه السورة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي السور، لكنها لم تنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا نقتصر على الوارد لم تلد البسملة في براءة. نعم. والبسملة إذن فيها كما سمعتم جار ومجرور ومضاف إليه وصفة. الجار والمجرور بسم الله، والمضاف إليه هو لفظ الجلالة الله، والصفة هي الرحمن الرحيم. كل جار ومجرور لا بد له أن يتعلق إما بفعل مثلا كقام، أو معناه كاسم فاعل، أو كاسم مفعول مثلا. فالبسملة متعلقة بمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ اختلف فيه علماؤنا رضي الله عنهم، فالنحويون اختلفوا في تقدير هذا المحذوف، وأحسن ما قيل أن المحذوف فعل متأخر مناسب لما قال. نقول إن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. إذا قال رجل مثلا بسم الله ويريد أن يقرأ هذا النظم المبارك، نظم الإمام البيقوني، فإن التقدير يقول بسم الله أقرأ. إذا كان الناظم هو الذي قال بسم الله كما في بعض النسخ التي ذكر ذلك الإمام الزرقاني رحمه الله، قال بسم الله، فيكون التقدير بسم الله أنظر. فلماذا قدرناه فعلا؟ لأن الفعل يعمل بدون شروط، وما سواه من العوام يحتاج إلى شروط. ولماذا قدرناه متأخرا؟ قدرناه متأخرا لسببين: للتيمن بالبداءة بسم الله تعالى، ليكون اسم الله تعالى هو المقدم وحق له أن يقدم. ثانيا لإفادة الحصر كما سمعتم، وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن تقديم ما من حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا قلت بسم الله أقرأ، يتعلم أنك تقرأ بسم الله لا بسم غيره. وقدره العلماء، قدروه مناسبا للمقام لأنه أدل على المقصود، ولأنه لا يخطر في بال المبسمين إلا هذا. لو أنك مثلا قلت للرجل الذي قال بسم الله عند الوضوء، ما هو التقدير؟ بسم الله أتوضأ. فعلى كل حال نقول بأنه أن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. ربما قد يقول قائل أقدر المتعلق بسم الله أبتدئ، لا بأس، لكن أبتدئ فعل عام يشمل يعني البداءة بالتكليم، بالوضوء، بالنظم، بالقراءة إلى آخره.
فإذا لا بد من التقدير الذي يتبادر إلى ذهن المبسمل، هكذا قال علماؤنا جزاهم الله خيرا. لكن قد يقال هذا الأمر لم يقع في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فما جواب علمائنا في هذا الباب؟ أي قدرنا الفعل متأخرا ومناسبا للمقام، بسم الله لا باسم غيره، كما في قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، الأصل نعبد إياك، وفي قوله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله اسم جلالة هنا قدم لإفادة الحصر، بمعنى أن الخشية الحقيقية محصورة في العلماء. إذن إياك نعبد، الأصل نعبد إياك ونستعين بك، لكن ما قال وتقدم أو تأخر الفعل هنا إياك نعبد، تقدم المفعول به هنا لماذا؟ لإفادة الحصر، وتأخر الفعل والأصل نعبد إياك، لكن في القرآن العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، اقرأ تقدم الفعل. أجاب بعضهم، قد ذكر هذا شيخ شيوخنا سيدي صاحب إيغي في شرحه على الأجرمية، قال وعاملوا البسملات الشريفة مؤخروا لنكتات لطيفة للاهتمام بقراءة العرق قدم أو يقال بالتنعم طلق. عاملوا البسملات الشريفة مؤخروا لنكتات لطيفة، إذا اقرأ باسم ربك تقدم الفعل هنا استثناء لبيان منزلة العلم والعلماء، ولهذا من أول ما نزل اقرأ ولكن باسم ربك، للدلالة على أن العلم له مكانة في شريعتنا، فلهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بفعل اقرأ. وهناك قول آخر، قول مرجوح أو يقال بالثاني، اعترق تعلق بالثاني، باسم ربك اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك أكرم، تعلق بالثاني، وهذا قول الثاني فيه تكليف. إذا بسم الله الرحمن الرحيم خبر مبتدئ محذوف تقديره هو الرحمن الرحيم، ممكن. والحاصل عند علمائنا ستة أوجوه، وقال بعضهم تسعة أوجوه. الأول منها يجوز عربية ويتعين قراءة، والستة تجوز عربية لا قراءة. هناك من وقف عند الستة وهناك من تجاوز ذلك كما حرر الأمر شراح الألفية وشراح الأجرمية. نعم، قال ووجهان ممتنعان عربية وقراءة. إذا بسم الله الرحمن الرحيم تسمى عند علمائنا بالبسملة، وهي منحوتة من بسم الله، أخذ لها الباء والسين والميم من بسم، وله من خاتمة الله، ثم جرى عرفا عند القراء بسم الله الرحمن الرحيم بتمامها، فالتسمية عندهم كالبسملة، بعكس فقهاء البسملة عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، وسمى الله قال بسم الله، خلاف لفظي. بسم الله الرحمن الرحيم وقف علماؤنا كثيرا عند الباء، فقال علماء السلوك وعلماء العرفان إذا لاحظ العارف والمؤمن حقيقة الباء، إذا لاحظ حقيقة الباء هنا في بسم الله الرحمن الرحيم انفعلت له المكونات كما تنفعل باسم التكوين، لأنه يرى الله سبحانه وتعالى فاعلا متصرفا
ساعتها يجري سر التأثير بقوة الاهتمام في معانيها. والباء من عظيم أمرها أنها من حروف المعاني التي تكاثرت في لسان العرب وفي كتاب الله عز وجل، حتى أنهاها صاحب المغني إلى 14 معنى، وقد جمعها بعضهم في هذين البيتين: تعد لصوقا واستبن بتسببي، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا تحز للباء معانيها كملا. علماء رضي الله عنهم يعلموننا الأدب حتى في الأمثلة، يعلموننا الأدب وحسن الخلق، كما قال الإمام مالك أو العلامة ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، كلامنا لفظ مفيد المثال استقيم، استقيم على أمر الله، على منهج الله، على الصراط المستقيم، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من براعة مع الصناعة. تعدى لصوقا، الالتصاق بالتراب الافتقار، أي حاول ألا تظل فقيرا ملتصقا بالتراب، عش كريما. المؤمن لا بأس، الفقر لا يرتبط بالإيمان، فالزهد اختيار والفقر اضطرار. فالله سبحانه وتعالى يقول: إلى في قريش، إلى في مهلة الشتاء والصيف، فيعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. أطعمه من جوع يدل أو يشير إلى الكرامة، إلى كرامة الإنسان، وآمنه من خوف إلى الأمن بمفهومه العام. هنا تتحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. ففيه إذن إشارة إلى التعدية، والإلصاق هو الأصل في باء، أصل معانيها، وعليه اختصر سيبويه ورد المعاني إليه، ويستعان بها غالبا في تعدية الفعل إلى مفعوله: ذهب الله بنورهم أذهبه. قال: واستعن، باء الاستعانة، وتسمى كذلك عند علمائنا بباب الآلة، كتبت بالقلم، الباء دالة على آلة الفعل، وأداته هي واسطة بين الفاعل ومفعوله المعنوي. قال: استعن، أي خذ بالأسباب، لا تؤله الأسباب، فهي من جملة مدد الله عز وجل في الوجود. تسبب، باء السببية، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. وفي مقابل نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. معرفة معنى الباء يزيل الإشكال. دخول الجنة بما كنتم تعملون، العمل سبب في الدخول إلى الجنة. لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا العمل باب العوض، هذه أن العمل لا يعوض لك الجنة، عملك الصالح الذي قمت به لا يعوض لك قبر الجنة. ستدخل الجنة برحمة الله تعالى. اشتريت الثوب بمئة درهم مثلا، باء معاوضة. إذا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، العمل الصالح سبب في الدخول إلى الجنة. بدل صحابا، يقول الناظم رحمه الله في معاني باء، باء البدل، كما قال رافع من أهل العقبة كان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. باء البدل، أي بدل العقبة على رأيه، وإن كان المقرر أن أفضل الغزوات هي غزوة بدر.
بدل صحابا باء المصاحبة. وقد رجحت في بسم الله في بسم الله الرحمن الرحيم كباء الاستعانة، وقد دخلوا بالكفر، مع باء المصاحبة، وعلمت وأن يصلح في موضعها مع، وقد دخلوا بالكفر وقد دخلوا مع الكفر، هكذا قال علماؤنا. قابلوك باء المقابلة، قابلوك بالاستعلاء، الباء بمعنى على، الاستعلاء بمعنى على. من تامنه بقنطار، من تامنه على قنطار. ثم باء المجاوزة والتي يصلح في مكانها من، فاسأل به خبيرا، اسأل عنه. الظرف بمعنى في، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما كنت بجانب الغربي، أي في غاية، الباء هنا بمعنى حتى وإلى. ثم يمينا ويقصد باء القسم بالله إلى آخره. ومعنى هذه الأبيات: الصحاب الذين قابلوك بالاستعلاء بالتكبر بدلهم، ثم إذا زادوا في الاستعلاء فأقسم لهم زد يمينا لا أصاحبهم. والراجح عند علمائنا في بسم الله الرحمن الرحيم المصاحبة والاستعانة، وعند إنهاء النظر كما قال بعض شيوخنا ترجع الاستعانة للمصاحبة، والتقدير بسم الله أنظم مستعينا ومصاحبا. إذا قلنا مستعينا الاستعانة تكون بالله وباسمه، وأنظم متبركا مصاحبا لبركة اسم الله تعالى، مستصحبا لبركة اسم الله تعالى على امتداد نظمي أو قراءتي. فالتقدير استعين باسم الله وبمعاني اسم الله تعالى وصفه، والذي يجيئك من وصفه أثر صفة الفعل فيك، وهو أن يبارك عليك وأن يبارك لك. وعلماء العقيدة يقسمون كما هو معلوم، كما هو مقرر، يقسمون الأسماء إلى صفات الذات وصفات الفعل. وهناك تقدير آخر: أنظم مستعينا الله أو مستعينا باسمه المعين. وهذا لون من ألوان المدد من آثار الله سبحانه وتعالى، من آثار الله أو من أثر الله عز وجل، لأنه من فقه الداعي إذا قدم مطلبا يتعلق في باب الرجاء أنه يقدم اسما يستنزل به الأثر. فإذا أراد المغفرة فإنه يقول يا غفور، إذا أراد الرحمة فإنه يقول يا رحيم، إذا أراد مثلا القوة يقول يا قوي، إذا أراد العزة يقول يا عزيز، إذا أراد الكرم يا كريم اكرمني. وفي الحديث: وهو إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسيدي ابن عاشر كما رأينا في نظمه قال: وبعد فالعون من الله المجيد، في نظم أبيات للأم تفيد، في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة جنيد السالك. وبعد فالعون من الله المجيد، فإذا طلب العون من الله المجيد وهكذا. فلا تقل يا عظيم رزقي مثلا، قد تصح بوجهي، لكن لا بد أن تستحضر هذه المعنى. قالوا: أو تكون الباء للإلصاق، وهذا مقرر عند البعض. بسم الله أستعين الله في نظمي، أي أسأله أن يجعل مدده وعونه لصيقا لفعلي. وبعضهم يرفضها. ثم إن علماءنا وقفوا في معنى الاسم الذي هو مدخول الباء، يقدم نكتة ويقدم ضررا وجواهر. قالوا: لما دخلت على الاسم سقط الألف، ولذلك لا يرسم مع اسم الله تعالى بالخصوص إذا أضيف إليه،
قال سيدي الخرازي: وحذف بسم الله عندهم واضح، في النم هدى ولدى الفواتح. نعم، كان الأصل أن تقول بإسم الله، أن تثبت الألف، ولكن لما سقطت لفظا سقطت خطا فتقول بسم الله. وقيل خفف لكثرة الدور ولكثرة الاستعمال. وقالوا أيضا لما حذف وحتى لا يقع الإخلال بالاسم، وأقل ما يكون عليه الاسم ثلاثة. مسألة على كل حال فيها تفصيل، ذكر ذلك يخرج عن المفهوم. أما ما يتعلق بتطويل الباء، الذين حفظوا القرآن العظيم عند الفقهاء بالطريقة القديمة المعلومة باللوح، وهم يكتبون بسم الله بتطويل الباء، هذا معلوم. قالوا حذف ألف وصلها وعوض فطولت الباء. الأصل بسم الله، لما حذف الألف عوض في الباء فتكتب بألف طويل، بألف طويل. وهل طولها كطول الألف الذي حذف فيه خلاف بين أئمتنا من أهل الخط الكوفيين والمغاربة؟ وفن الخط والرسم علمان مستقلان يكملان الضبط، وقد برع فيه سادتنا المغاربة وآخرين من سائر أنحاء العالم. ثانيا، قالوا للتعظيم بالمجاور، جاورت اسم الله تعالى عظمت صورتها كما قال العلماء. وقال بعض أهل السلوك: تدللت لله عز وجل بالكسر، بسم الله والكسر فيه تدلل، بسم الله تدللت لله تبارك وتعالى فرفعها الله سبحانه وتعالى. وقالوا الباء مخصوصة بالإلصاق، تصل كل حرف بخلاف أكثر الحروف خصوصا الألف، الألف فهي تقطع. والإسلام أمرنا بالصلة، بصلة الأرحام، ولم يأمرنا بقطعها. فإذا بعض الحروف وخاصة الألف تأتي للقطع، فكأنهم جعلوا الباء واصلة للرحم في الحروف فوصلت بسم الله تعالى. وهذا من اللطائف لا من المعارف، من ملح العلم لا من صميمه ومتنه، كما يقولون مما يشم ولا يفرق. ثالثا، لبراعة الاستهلال، لا على حدها في البيان وإنما على حدها في الرسم. البسملة محلها الابتداء، وأول الحروف بالابتداء بالإجماع هو الألف وبعده الباء. هذا باختصار. على كل حال لا نريد أن نطيل أكثر. تكلم كذلك علماؤنا عن اشتقاق البسملة، واختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. اختلفوا في اسم الله سبحانه وتعالى، هل هو مشتق من السمو بمعنى الرفعة والعلو، وهو مذهب البصريين بأن الاسم يرفع صاحبه حتى يصير مرفوعا، وهو الأصح عند كثير من أهل العلم كالقرطبي وغيره، لأن جمعه أسماء. وفي التصغير سمي، والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها. فلو كان مشتقا من السماء كما هو مذهب الكوفيين لوجب أن نقول أوسام في الجمع وسمي في التمييز، أو عفوا في التصغير وسمي في التصغير. والكوفيون يقولون مشتق من وسم، ولبعضهم واشتقى الاسم من سمان بصري واشتقاه من وسمان كوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الاسم والسمي. فالاول او بالنسبه للاولين قالوا الاقوى من جهه التصريف كما تقدم، ومتعين من حيث الموافقة لمذهب أهل السنة، لأنهم يقولون
الله عز وجل مسمى بأسماء الحسنى قبل وجود الخلق، هذه مسألة عقيدية عقائدية، قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وبعد فنائهم، وهذا مذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة. ويروى عن المعتزلة أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يكن له اسم، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء، وبعد فنائهم لا يبقى اسم لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بسم الله اسم للذات المقدسة، قال الحافظ ابن كثير علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره، يوصف بباقي يعني جميع الصفات، ولم يتسمى به أحد، ولهذا لا يثنى ولا يجمع. ومسألة الاشتقاق اختلف فيها العلماء تبعا لتصورهم للمسألة. الإمام الحافظ ابن القيم رحمة الله عليه وهو حافظ على طريقة الفقهاء لا على طريقة المحدثين كما سنبين هذا مستقبلا بإذن الله تبارك وتعالى، لخص المسألة في بدائع الفوائد حيث قال رحمه الله: زعم السهيلي وشيخ أبو بكر بن عربي أن اسم الله تعالى غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل اشتقاق. ولا ريب ولا شك أن الذين قالوا بالاشتقاق إن أرادوا هذا المعنى، وإن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل مرفوض. والذين قالوا بالاشتقاق لم يقصدوا هذا، لم يريدوا هذا المعنى، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم، فهي أسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وبلا شك. ثم قال رحمه الله: والمقصود بالاشتقاق أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منها تولد الفرع عن أصله. ثم قال كلاما عجيبا وكلاما متقنا وكلاما محررا، قال رحمه الله: وتسمية النحويين للمصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقد ناقشني أحد الإخوة الأفاضل عن اسم الجلالة الله، وطلب للفائدة أزيد الأمر إيضاحا وبيانا، وأبين ما يتعلق بهذا الاسم من أسرار وأحكام على وجه الاختصار وعلى قدر المستعان، مستعينا بالله سبحانه وتعالى إنه نعم المولى ونعم النصير. ما هو تعريف اسم الله تعالى، اسم الجلالة الله؟ قال أهل العلم: اسم الجلالة علم على ذات واجب الوجود الموصوف بجليل الصفات والمنزه عن سمات المحدثات الذي لا شريك له في المخلوقات. هذا التعريف بعون الله عز وجل جامع مانع، وفيه رد على طوائف الضلال في الاعتقاد على الدهرية بنصب الدال. نعم، فإذا الدهري ينسب إلى من يعتقد أن الخلق، أو كما قال الله تعالى: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الذي يعتقد أن الدهر يعتقد الخلق في الدهر. أما رجل دهري أي عمر طويلا. وفيه رد كذلك على المعطلة وعلى المجسمة وعلى القدرية. فقول أهل العلم علم، اسم جلالة الله علم على ذات واجب الوجود.
من وجوده من ذاته، وجوده واجب لا يتصور انتفاؤه، كما تدل عليه بعض أسماء الله تعالى كاسمه الحق الثابت الذي لا يتصور في العقل انتفاؤه. هذا فيه رد على من؟ على الدهرية. الموصوف بجليل الصفات رد على من؟ على النفاة الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات كلا أو جزءا، ينفون الصفات الثابتة التي وقع عليه الإجماع، أما التي وقع فيها الخلاف فلا حديث عنها في هذا التعريف. إذن قالوا علم على ذات واجب الوجود الموصوف بجليل الصفات والمنزه عن صفات المحدثات الذي لا شريك له في المخلوقات، فهو رد على من؟ رد على القدرية الذين يثبتون الفعل مع الله فيما يقدره، الذين يقولون إن الإنسان يخلق أفعاله على وجه الاستقلال لا أنه كاسبها أو عاملها أو فاعلها. إذن الله اسم الجلالة الاسم الأعظم، وفيه خصائص كثيرة من حيث اللفظ ومن حيث الدلالة، حار فيه العلماء هذا الاسم العظيم، هو مفتاح الإجابة لمن وفق له، وإذا تأخرت الإجابة فالإخلال بالشروط أو بحصول ماله، فالاستجابة بحسب المدعو لا بحسب الداعي. وقد وقع لبعض أهل الصفاء وأهل السلوك أن تلميذا له زاره في مرض موته فأخذ يدعو له، اللهم اشفه، شفاك الله، عافاك الله، والشيخ لا يحرك شفتيه، لا يحرك لسانه ولا شفتيه بالتأمين، فظن التلميذ أن لشيخي عليه موجبا، ربما قصر في حقه، فسأله فقال أريد العافية من حيث يعلمها، لا من حيث تعلمها أو أعلمها. لقد سألها الفاروق في طعناته فمات شهيدا، فتلك عافيته، وسأل سيدنا عثمان بن عفان فمات فتلك عافيته، وسأل سيدنا علي فمات مقتولا وتلك عافيته. العافية من حيث يعلمها لا من حيث تعلمها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى وعدنا بالإجابة، وما أمرنا بالدعاء إلا ليستجيب لنا، وما أمرنا بالاستغفار إلا ليغفر لنا. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فقدم الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قدم الإجابة على الدعاء، وحذفت الياء من كلمة الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، علماء النحو يقولون الحذف للتخفيف وليس لالتقاء الساكنين، لأن الحذف يكون حين يكون باللفظ لا بالكتابة والإملاء، ثم لا يوجد في الآية التقاء للساكنين في كلمة الداعي إذا دعا. ولهذا قال أبو البقاء في الكليات مشيرا إلى علة المسألة لماذا حذفت الياء، قال هذا الحذف يدل على سرعة الدعاء وعلى سرعة الإجابة. لماذا؟ لأن الياء من حروف المد، والمد يستغرق زمنا، فحذفت حتى نتصور السرعة في الإجابة. فالرسم في القرآن العظيم له أسرار، يقول الله عز وجل مثلا في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كلمة كافة تمد كما يقول أهل التجويد، تمد يعني كلمة كافة بست حركات وجوبا، يعني يسمى بالمد اللازم المثقل، لأن الألف
حرف علة، والعلة توحي بالضعف، والحرف المشدد بعدها قوي بالشدة، فتمد الألف بست حركات كي تعادل ما بعدها في القوة. هذا المثال حتى في النطق. ونقول بكذلك في المد المتصل، فقوله تعالى كافة يصور لنا ماذا؟ امتداد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالم كافة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأرسلت إلى الناس كافة. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. فالمد يصور امتداد رسالة الإسلام إلى سائر البشر، كما أن كلمة كافة أبلغ وأكمل وأوضح في أداء المعنى المطلوب. وإذا لم تجد الجواب وقد حققت الشروط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك إما أن يعجل الله للعبد دعوته، وإما أن يدخر له ثوابه، أن يدخر الله عز وجل له الثواب والفضل في المستقبل، وإما أن يكف عنه من السوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. والحديث في البخاري. إذا نرجع إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الله، لأشير ختاما إلى بعض خصائصها. هذه الكلمة لا في قلوب الموحدين والمؤمنين والمحبين مكانة من القرب والمحبة والتعلق. وقد تحير العلماء والناظرون والباحثون في دلالة هذا الاسم، في لفظه، في وسمه، في رسمه، في دلالته، في معانيه، في أحكامه. فقد خص بخصائص، نعم، وقف عندها الناظرون وتأملوا في هذا العجب العجاب. من خصائصها أولا: لا يجزئ عن كلمة الله في أبواب كثيرة، بمعنى لا يحمل مكان كلمة الله اسم آخر كالشهادتين، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولو كنت تقول أشهد أن لا إله إلا الرحمن، أشهد أن لا إله إلا العزيز، لا، لا بد أن تأتي بهذا الاسم. أشهد أن لا إله إلا الرحيم إلا الغفور، لا، تتعين في الشهادة كلمة أو لفظ الجلالة. وكذلك في الشك الثاني: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لا تقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول العزيز رسول الغفور، لا، لا يمكن. أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا في الصلاة، في إقامة الصلاة، وفي الحقوق، في الأيمان: أقسم بالله العظيم مثلا، كل ذلك لعظمتها. إذا هذا الاسم جامع إذا ذكرت معه الأسماء، كما أشرت إلى ذلك سابقا. وفيه أيضا ما خص به في باب النداء، ففي باب النداء تقول: اللهم، الميم عوض عن الياء، وجعلت الميم لأن دالة على مدى على الجمع، وهو مناسب لمقام الجمع منك دعاء، ولازم اسم الجلالة الجامع مقام الدعاء مقام جمع الهمة، مقام جمع الهمة. فكذلك الميم تدل على الجمع، تعوض ياء النداء بميم في الآخر، تقول اللهم، فإذا تدل على الجمع، وهو يناسب مقام الدعاء الذي يدل على جمع الهمة. ولازم اسم الجلالة الجامع تقول بسم الله، أي بسم الله القوي، بسم الله الجبار، بسم الله العزيز، بسم الله الغفور، بسم الله الرحيم، أي بكل اسم من أسماء الله تعالى. من خصائص اسم الله تبارك وتعالى أننا ننادي بها، فنقول يا الله، مع أنها مصدرة بألف،
إلا أن فيها لازمة. فتقول يا الله، تقطع همزتها مع النداء يا الله، ولا تقول يا أيها. ننادي بماذا؟ ننادي بأعرف المعارف بدون واسطة، بقطع همزة أل. من خصائصها كثرة ورودها في القرآن العظيم، في الذكر، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظير لذلك في باقي الأسماء. من خصائصها أيضا أن لفظ الجلالة الله أمان لأهل الأرض من الفناء، لا أبالغ إذا قلت ذلك. استمرار الوجود، استمرار العالم كله ببقاء هذه الكلمة، بوجود من يقول الله الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، في رواية الله الله، بالنصب أي اتقوا الله تقول. من خصائصها أن اسم جلالة الله نبدأ بالهمز نطقا، ولا شيء وراء الهمزة، أصول حق، والهاء راجعة إلى الحق، الآخر يريد على الأول، سبحان الله. والهمز تهمز الصدر، تحبسه، والهاء أخفى الحروف وأضعفها. ولهذا قال: هناك قهر ولطف، جمال وجلال، في الهمزة جلال والهاء جمال، قهر في الهمزة ولطف في الهاء، والخفاء هاوي كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن دلالة النطق في الأحرف بينهما تدل على ما نقصد، لامان منفكان، كل منهما يدل على صلة بين الأول والآخر الله. قالوا: لام الرسول مرسل، ولام الكتاب منزل، النص الأقبس، والمثل الأنفس، أي لن تعرف ربك إلا من خلال كتابه ورسوله، من خلال نبيه. إن هذه الكلمة الجليلة الله مهما أسقطت منها الباقي يدل عليها، لا تنخرم بنيتها. الدليل: أزل الهمزة الله، أزل الهمزة ماذا يبقى؟ لله. أزل اللام يبقى له، كل ما يبقى يدل عليه سبحانه وتعالى. أزل اللام يبقى هو ضمير، هو ضمير، والأصل فيها عدم الصلة هو، وإنما أشبعت بالواو لأنها جاءت على صورة حرف ضعيف فقويت بالمد. والدليل على ذلك من حيث اللغة أننا حين نثنيها نقول هما ولا نقول هوما، نقول هم ولا نقول هوما، فكل جزء يدل على باقيتها، وهذا من خصائصها. فاسم الله سبحانه وتعالى علم، وإن كانت الأعلام في الأصل لا تعلل، فالعلم في الله سبحانه وتعالى تتنافى فيه العلمية مع الوصفية، كما هي في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى هذا ربما في شرح على المرشد المعين عن الضرور لعلوم الدين سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى، نعم، وهو مسجل لله الحمد بالصوت والصورة لمن أراده. ولذلك أكثر النحويين من قولهم أن اسم الجلالة مشتق، واختلفوا في اشتقاقه وفي دلالته على أقوال عديدة، وصلها بعضهم إلى 10 أو تزيد، ويمكن تلخيصها في 3: لها ولها ألا. لها يليه إذا ارتفع وعلا، لها يلوه إذا احتجب واختفى، وعليه ننتزع اسمي الظاهر والباطن. الله الظاهر الذي لا
يختفي، والمحتجب الباطن الذي لا يرى، الظاهر باعتبار آياته، وهو أنت الظاهر ليس فوقك شيء، فوقك قهرا وقدرا لا أحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تدل على وجوده قبل توحيده، الظاهر باعتبار آياته والباطن باعتبار ذاته. وإذا انفكت الجهة فلا إشكال كما يقول علماء المنطق وكما يقول علماء الأصول. وولها يوله أو يله فيها معاني، نعم، ولها تحير ومنه الولهان، وولها فجع إليه، فيها معاني اسم الله الجليل، معاني عظمة يفجع إليه، وفيه معاني ذي الجلال والإكرام، لأن الكريم يفزع إليه، يفزع إليه في النوائب، والجليل يرهب جانبه لعظمته. وفي الحديث أرضوا يا ذا الجلال والإكرام، الهجوا والزموا في أدعيتكم باسم الأعظم. وعندنا كذلك آلها بمعنى أقام بمكان، أقام به وآلها إليه، احتاج إليه، إذا هو المحتاج. الناس يحتاجون إلى الله القيوم سبحانه وتعالى، فأفادت معنى الغنى ومعنى الصمد ومعنى المقيم على الشيء، وتفيد كذلك معنى الباقي الذي لا يفنى، ومعنى الوارث الذي لا يموت. بسم الله المألوني، المعبود بحق، وهو أشهر معاني ألا، ولهذا يذكره الكثيرون ويقتصرون عليه. فإذا إله مألوه من خلقه، معبود ومفزوع إليه من قبلهم، فكل الأسماء ترجع إليه، كل الكمالات ترجع إلى هذه الصفة الله واحد. حتى في البداية الهمزة بداية النطق بالحرف الجهير، والانتهاء بماذا؟ بالهاء الله. الهاء أخفى الحروف والخفاء هاوي كما قلنا في علم الأداء، حروف الخفاء أربعة، أولها الهاء، فرجع أنه بالنطق يدل على الوصف، وبأصل الاشتقاق يدل عليه، فوجوده ظاهر واستحقاقه ظاهر. أكتفي بما ذكرت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لمعرفته ومعرفة كتابه وسنة نبيه آلة ومقصدة، والله يقول الحق وهو السبيل، والحمد لله رب العالمين.